سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اليوم باذن الله راح ندير لكم حساء الخضر. يجي بزاف بنين، راح نديره بالطريقه التقليديه، صحي بزاف ويعني مليح خصوصا في رمضان. انا درت لكم على جال رمضان. اذا كنتم اول مره تشاهدوا قناتي، ادعوكم تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من الوصفات السهله والمميزه. اذا نروح مباشره الى طريقه التحضير. هنايا اول حاجه خديت الخضر نتاعي كما راكم تلاحظوا، نقيتهم وحطيتهم في الماء، درت جريوات كوسه، درت لفت قرنون، طماطم، بسباس، كاروت، بصل، ثوم. ثم درت هاد الخضر، وانتم ديروا الخضر اللي يعني تحبوها واللي حابين نديروا بها الحساء نتاعكم. اذا الان هاد الخضره بعد ما نغسلها راح نقطعها الى قطع صغيره. نبدا نقطع الخضر تاعي ونحطهم تدريجيا. قطعت الكوسه، ضفت لها البصل، اللفت، قرنون، جزر، قطعت دوائر، بطاطا تاني درتها مكعبات صغيره، البسباس. هنا الخضر كيما حبيتو ويعني المتوفر عندكم. هنايا طماطم وثلاث سنات تاع ثوم، وهنا عندي قطعه تاع لحم صغيره حطيتها معاهم على جال البروتينات. هنايا ندير شويه ملح، ما نديروش يعني الفلفل الاسود، وما نديروش كذلك طماطم مصبره باش يكون صحي 100%. الان راح نحط كل شيء يتقلى مع بعضه. اذا حطيت لاكوكوط تاعي فوق النار، انا راح نطيب في لاكوكوط باش تطيب لي اللحم. خلي الخضر نتاعي تتقلى مليح مليح مع التحريك مره على مره بملعقه خشبيه حتى تتقلى مليح وتطلق الماء تاعها. اذا مره قبل الكميه الكافيه تاع الماء الساخن، ونغلق لاكوكوط نتاعي ونخليها تطيب. نتوما لاكوكوط تاعكم يعني جيست حتى تطيب الخضره. ليغوم، انا هنايا نفضل اني نستعمل الطريقه التقليديه في الرحي نتاعو، يعني في هاد الرحاية التقليديه ما نحبش نديرو بالبغاء. وراح نبدا نرحيه كامل بهذا الشكل. بعد ما نكملو نرحيوه راح نزلو بالمغرف ونشوفو اسكو يحتاج نزيدو شويه ماء او يعني نخلوه كيما راه. طبعا هذا لا يمنع مره اخرى ان شاء الله ندير لكم وصفه اخرى وتكون باللبغه ميكسور ان شاء الله. انا حبيت نديرو كيما كانوا يديروه زمان قبل ما يكون هذا لبرا. بهذا الشكل اذا ونكمل نرحيه حتى نكمل كامل الكميه. كما لاحظتوا سهل جدا وبزاف صحي، ما فيه يعني والو، متوابل فيه غير الملح، يعني ما فيهش حتى فلفل اسود او اي توابل اخرى، ويجي بزاف بنين. ومليح للمعده. هذه هي النتيجه اخواتي، ان شاء الله يكون نال الاعجاب نتاعكم. هنا اللون تاعو راح يعتمد على الخضره اللي استعملتوها، يعني اذا كثرتوا الخضره البيضاء راح يجي كلير بزاف، اذا كثرتوا مثلا الجريوات الكوسه او القرنون راح يجي مايل للخضوره. يعني هنايا اللون يعتمد على الخضره اللي حطيتو. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعني يفيدكم، لانه بزاف صحي مفيد لصحتنا خصوصا في شهر رمضان المبارك. اذا هذه هي وصفه اليوم. اذا عجبتكم ديروا ريشان في الفيديو واشتركوا في قناتي باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وانتظروني في فيديو لاحق ووصفات اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.